بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. نهديكم المحبة والتقدير والتحايا من جامعة السلطان قابوس قسم التاريخ. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فشرف كبير لي أن أكون هذا اليوم بصحبة هذه الكوكبة الطيبة من علمائنا الأفاضل. علمنا القرآن الكريم أن نشكر الناس، فباسم من في هذه الجلسة نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم للهيئة التحضيرية لهذا المؤتمر، وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني رئيس الاتحاد الدولي للمؤرخين. فأرى لساني ملتوٍ في مدحه وفم البليغ عن الكلام معوق. فيما يتعلق بالأوبئة تغنى بها الشعراء، ومنهم مؤرخنا ابن الوردي وابو الطيب المتنبي. فالمتنبي أصيب بالحمى، ويقول في ذلك: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. الأستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني، أنا مش رايح أطيل، الآن أرحب بالإخوة من في هذه الجلسة، وأيضاً بالبقية الإخوة المشاركين معنا، فنبدأ. وأرجو غاية الرجاء، ما بديش أنبه في البداية، أولاً الالتزام بالوقت 7 دقائق، أيضا الهاتف المايكروفون يكون على الصامت، الهاتف يكون بعيد عن الجهاز، أرجو الالتزام بالوقت. فرايحين نبدأ مع صلاح خيراني اللي بده يتناول الحجر الصحي أو الكورنتينا في الدولة العثمانية في القرن 19 الميلادي ومطلع القرن 20، فليتفضل الأخ صلاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكركم شكرا جزيلا على هذا المؤتمر المنظم تنظيما علميا وأكاديميا. معكم صلاح خيراني، طالب ماجستير معهد دراسات الشرق الأوسط والدول الإسلامية جامعة مرمرة. أبدأ ورقتي البحثية المتمثلة بالحجر الصحي الكارنتينا لمواجهة الأوبئة في الدولة العثمانية من 1831 إلى 1923. شهد العالم على مر التاريخ العديد من الأمراض والأوبئة الفتاكة، كانت بعضها أوبئة محصورة في شهد العالم على مر التاريخ العديد من الأمراض والأوبئة الفتاكة، كانت بعضها أوبئة محصورة بدول أو بنطاق جغرافي معين، وكان بعضها أوبئة عالمية أو ما يطلق عليها جائحة، حصدت أرواح عشرات بالمئات الملايين من البشر، وتسببت في تغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية في العالم بأسره،
وبما أن الدولة العثمانية لم تكن بمنأى عن خطر هذه الأمراض والأوبئة التي كانت تجتاحها حينا بعد حين وتخلف الخسائر كبيرة في شتى مناحي الحياة، كان لزاما على حكام الدولة العثمانية التصدي لهذه الأوبئة باتخاذ التدابير الصحية اللازمة، وعلى رأسها تطبيق الحجر الصحي أو ما يعرف بالكارانتينا. وكان هذا التدبير عاملا مخففا لانتشار الوباء في شتى أرجاء الدولة العثمانية، بحيث قامت الدولة العثمانية وخاصة بعهد السلطان محمود الثاني بتأسيس إدارة تعنى بتطبيق الحجر الصحي، عرفت تاريخيا بمجلس الكارانتينا. وكما ومن أجل شروع في هذه الورقة البحثية، كان علينا أن نطرح أسئلة مهمة كالتالي: ما هي بدايات تطبيق الكارانتينا في الدولة العثمانية؟ وما هي الآليات والوسائل التي اتخذت من قبل الدولة لمواجهة هذه الأوبئة، معتمدين في هذه الدراسة بالأساس على الوثائق الأرشيفية المستقاة من مركز الأرشيف العثماني كأرشيف وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصحية وغيرها من الأرصدة المهمة في هذه الدراسة، مع إرفاقنا بهذه الدراسة وثيقة أرشيفية مهمة تحدث عن تمديد الكارانتينا على السفن الآتية إلى إسطنبول، والتي كان على متنها جزائريين وتونسيين في القرن التاسع أو في أواخر القرن التاسع عشر. كذا اعتمدنا بشكل كبير على الكتب الأكاديمية والتقارير الصحية الصادرة آنذاك عن المؤتمرات الصحية الدولية كمؤتمر إسطنبول ومؤتمر باريس للصحة الدوليين. تعريف الحجر الصحي أو الكارانتينا: يجرى الحجر الصحي أو الكارانتينا ايش بقي عليه يا أسامة؟ يا أسامة خليل الله سلامة. الصوت مش موجود يا أسامة. حرك الصوت من يمك. أقفل الصوت. أقفل. نعم. يجرى الحجر الصحي أو الكارانتينا عادة عند انتشار مرض معدي، ويطلب من الأشخاص المعرضين بالعدوى بالبقاء في المنزل. وفي الدولة العثمانية عادة ما كان يجرى العزل الصحي أو الحجر الصحي في موانئ الدولة العثمانية، وكما نعرف أن الدولة العثمانية كانت تمتلك العديد من الموانئ نظرا لقوتها البحرية التجارية والعسكرية، وبالتالي كانت تطبق في الأساس الكارانتينا بالموانئ بالقرب من الموانئ والمرافق البحرية. لمحة تاريخية عن الحجر الصحي: يعتبر الحجر الصحي نظام قدم تطبيقه في القدم، نجده في العهد القديم في التوراة، وهناك إشارات بأنه عندما كانت تظهر الأوبئة في الجيوش كان يأمر القادة هؤلاء الجيوش بأن لا يدخلوا أو يتريثوا من دخول المدن، وأن يطبقوا التدابير الصحية اللازمة 7 أيام من خلال تمرير أجسادهم وأجسامهم على النار من أجل تعقيم أجسامهم، وكذلك مواد تنظيفهم وألبستهم وغيرها من الحاجيات الخاصة بهم. في الحقبة الإسلامية نرى بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قد أمرنا في الكثير من المواضع على تجنب الأوبئة والوباء ومخالطة من به هذا الداء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. والكثير من الأحاديث التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن هذا الوباء قدر المستطاع. في زمن الخلافة الإسلامية الراشدة وبالتحديد في عهد عمر بن الخطاب كذلك، عندما لقيه أهل الأجناد وعندما كان ذاهبا إلى الشام، قال له أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه بأن الوباء قد مس أو أن الوباء موجود في الشام. وبعد استشارة الصحابة الكرام نادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. فأصبحوا
عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله؟ قال عمر بن الخطاب: نعم، فرار من قدر الله إلى قدر الله. وفي الدولة الأموية والعديد والدولة المملوكية وغيرها من الدول الإسلامية طبقت كذلك العديد من التدابير الصحية لمواجهة الأوبئة أو الأمراض التي تنتشر من حين إلى حين. الحجر الصحي، الكارنتينا في الدولة العثمانية بشكل حديث، طبقت في الدولة العثمانية أولى عملية الحجر الصحي بمعنى الحديث فترة حكم السلطان محمود الثاني 1247 الهجري الموافق 1831 الميلاد، وكان ذلك بعد تفشي وباء الكوليرا، بحيث تم تطبيق الكارنتينا على المسافرين الروس الذين كانوا على متن السفن القادمة إلى إسطنبول ومنه إلى الدول الأوروبية. وين راح هو؟ وين الصوت راح يا؟ الصوت وين راح؟ الو؟ تفضل. احمد الصوت. تفضل. ومن اجل تصدي وباء الكوليرا من خلال تطبيق كارنتينا والحجر الصحي، فقد كتب رئيس الأطباء مصطفى بهجت أفندي رسالة في هذا الخصوص، وكتب الجزائري حمدان خوج أفندي رسالة يبين فيها بأن تطبيق الكارنتينا من الدين وبأنها ليست حرام، وقد سميت هذه الرسالة فيما بعد بإتحاف الأدباء. كما صدرت العديد من الكتابات في جريدة تقويم الوقائع العثمانية التي تبين فوائد الكارنتينا والحظ على تطبيقها، لأن في ذلك الوقت كان الرعاية والمواطنين العثمانيين يعتبرون أن تطبيق الكارنتينا هي أمر أتى من الغرب وأنه لا يمكن تقليد الغرب وأن الموت قضاء وقدر وأن هذا الأشياء تقلل من إيمان الإنسان، وبالتالي كان للعلماء دور في حظ الناس والرعاية على تطبيق التدابير الصحية ومن بينها الكارنتينا للحفاظ على صحتهم وأنفسهم. أماكن تطبيق الحجر الصحي الكارنتينا في الدولة العثمانية، وقد أنشئت العديد من النقاط من أجل تطبيق الكارنتينا في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية إسطنبول وبلاد وين رحت أخ صلاح؟ أخ صلاح؟ نبدأ؟ أخ صلاح؟ تفضل دكتور. حاول تخلص يا أخ صلاح مشان نبدأ في اللي بعدين. حاول تنهي. خاتمة و في الختام نقول أن العوامل التي تحدد نجاح وفشل الحجر الصحي الكارنتينا في المحافظات العثمانية هي كالتالي: معلومات الأطباء الرئيسيين للحجر الصحي وقدرتهم على فرض مثل هذه الممارسات الأجنبية على سكان البلاد لأنها كانت بشكلها الحديث الكارنتينا بشكل. أخ صلاح تفضل. حاول تنهي. حاول تنهي. نعم، لأنه انهي. خلاص حبيبي، يسعدك يا حبيبي، لانه في زملائك. خلاص شكرا دكتور. 12 دقيقة. تمام يعني ارجو نرجو الالتزام بالوقت. شكرا للاخ صلاح خيراني. شكرا. على عفو. العفو. الملحوظات اللي ابداها في بحثه. والان رايحين ننتقل الى الدكتورة سمية سالم، ايضا رايح تتكلم عن الأوبئة والأمراض بولاية طرابلس الغرب في الفترة من 1835 إلى 1934 في عهدين، العهد العثماني والعهد، إذا جاز التعبير هي أطلقت عهد الإيطالي، وهل للإيطاليين عهد؟ فلتتفضل الأخت الدكتورة سمية. إذا موجودة معنا الدكتورة سمية،
غير موجودة دكتور طراونة سمية. تفضلي. وأرجو أخت سمية توقتي عندي. معك الدكتور زرقاء. نعم دكتور محمد، معك دكتورة زرقاء، الدكتورة سمية غير موجودة الآن على المنصة. إذن نبدأ بالدكتورة الزرقاء سالمة محمد حسين، وهي أيضا كتبت عن الأوبئة والأمراض في العهد العثماني في الفترة من 1835 إلى 1911، فأرجو أخت الزرقاء أن نتقيد بالوقت، وأرجو وقتي سبع دقائق إذا سمحتي. تفضلي. حاضر دكتور، حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير لكل الجهود المنظمة لهذا المؤتمر العلمي الدولي الناجح بإذن الله. هذه المداخلة طبعا معكم الدكتورة زرقاء سالم محمد من جامعة سيرت ليبيا. هذه المداخلة تحمل عنوان الأوبئة وطرق مكافحتها في ولاية طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني من 1835 إلى 1911. بطبيعة الحال ليبيا حالها حال ولاية الدولة العثمانية، انتشرت فيها أو عانت من أوبئة انتشرت في الكثير من ولايات الدولة العثمانية. هذه الأوبئة كانت خطورتها شديدة جدا على طرابلس بحكم الظروف الاقتصادية السيئة والسياسية السيئة في الولاية، حتى إن هي فتكت بأرواح العديد من سكان هذه الولاية. هذه الدراسة ركزت على اثنين أو نوعين من الأوبئة المنتشرة في ولاية طرابلس الغرب. أول هذه الأوبئة هي وباء الطاعون ووباء الكوليرا بصفة رئيسية، مع يعني لا نستطيع أن ننكر العديد من الأمراض التي انتشرت أو كانت موجودة في الولاية، لكن هذه أهم الأوبئة اللي لها تأثيرات سلبية كثيرة جدا على ولاية طرابلس الغرب. هذه الدراسة تتركز في العديد من الإشكاليات. أهم هذه الإشكاليات هي ما هي أنواع الأوبئة التي انتشرت في ولاية طرابلس الغرب، كيف انتقلت هذه الأوبئة إلى الولاية، وما هو دور السلطات المحلية أي السكان المحليين وذلك أيضا العثمانية، السلطات العثمانية في الحد من هذه الأوبئة والحد من انتشارها داخل الولاية. ننتقل إلى المباحث الرئيسية في هذه الدراسة، وهي المبحث الأول يشمل عنوان الأوبئة المنتشرة. قسمناها إلى أو تناولنا فيها نوعين من هذه الأوبئة كما ذكرت سلفا، هي وباء الطاعون ووباء الكوليرا. الطاعون عصف بالولاية خلال سنوات متعددة، حتى هذا الوباء انتقل إلى الولاية عن طريق قوافل الحجيج القادمة من مكة المكرمة، كذلك أيضا عن طريق المواني والبواخر وما تحمله من سفن ومسافرين قادمين من مناطق موبوءة بهذا الوباء. الكثير من هذا الوباء، حتى أنه في سنة 1837 وأثناء انتشار الطاعون في هذه الولاية كان يتراوح عدد الموتى من هذا الوباء في اليوم الواحد بين 35 إلى 40 شخص في الولاية والمدن التي تتبعها. إذن الطاعون حاله حال ما عانته الدول أو الولايات الدولة العثمانية العربية. في عجالة سريعة ننتقل إلى وباء الكوليرا اللي انتشر بدرجة كبيرة جدا في ولاية طرابلس الغرب خلال سنة 1850، وعن طريق في التجارة الصحراوية وقوافل التجارة البحرية. إذن خلال الدراسة شفينا بأن الأوبئة من ولاية طرابلس الغرب لا توجد بها أوبئة مستوطنة، الأوبئة كلها كانت قادمة من خارج هذه الولاية، وعرفنا طرق انتشارها بشكل كبير. دكتورة الزرقاء يمكن طلعت من الاتصال.
طلعت من الاتصال. الجماعة ليبيا ترى عندهم مشكلة بالاتصال، لذلك يعني ما أدري أقترح عليك دكتور طراون الدكتورة الأخرى من ليبيا دكتورة تكون هي متحدثة بعد الدكتورة الزرقاء، يعني مثلا دكتورة العفو دكتورة الدكتورة الزرقاء مثلا تكون متحدثة، لأن جماعة ليبيا عندهم خلل في موضوعة النت. إذا الدكتورة الزرقاء، دكتورة الزرقاء موجودة؟ دكتورة الزرقاء يلا لا عاد استمر دكتور، انت استمر شوف حسب التسلسل. اذا ايضا اذا سمحت الدكتورة سمية، موجود الدكتورة سمية؟ نعم. من معي الان؟ من معي؟ نرجع معك دكتورة زرقاء نستكمل الحديث. زرقاء حاولي تنهي. يلا حاولي تنهي. حاضر دكتور. بعض الصور اللي موجودة الآن هذه تمثل ضحايا وباء الكوليرا في طرابلس وفي ولاية طرابلس في تلك الفترة، وأيضا عندنا هنا تطبيق الحجر الصحي في ولاية طرابلس خلال سنة 1910. ننتقل في عجالة سريعة قبل يعني حفاظا على وقتكم الثاني. هذه الدراسة في الحقيقة كان لها مجموعة من النتائج ومجموعة من التوصيات. دكتورة زرقاء الآن رايحين ننتقل للدكتورة سمية، سمية سالم. دكتورة سمية سالم إذا مش موجود الدكتورة سمية سالم رايحين ننتقل للدكتور محمد رشيد. دكتور محمد رشيد. دكتور كمال رشيد. عفوا أنا عندي دكتور كمال رشيد، عفوا دكتور كمال رشيد. دكتور علي حمزة إذا الدكتور مش موجود دكتور علي كامل حمزة. الباحث خالد أعين. الباحثة الصحيح وزميلتها من معي الآن؟ السلام عليكم، معكم الأستاذة حدو سناء. تفضلي ثنائية وزميلتك ثنائية مشتركات. تفضلي يلا تفضلي. أرجو تتقيدي بالوقت أنت وزميلتك، الوقت سبع دقائق وقتي بالضبط. نعم شكرا. كثفي كل الكلام. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. بداية أود شكر كل من قام بتنظيم هذا المؤتمر العلمي المتميز، ويسعدني ويشرفني أن أشارك معكم في ورقة بحثية مشتركة مع الأستاذة بن صحيح حورية حول وباء الطاعون في الجزائر أواخر العهد العثماني. بداية أوردنا تعريفا موجزا لكل من الوباء والطاعون. فالوباء مصطلح أطلقه المختصين على جميع أنواع الأمراض المعدية الفتاكة التي تصيب الإنسان أو الحيوان، وله عدة مصطلحات مثل القرف والعدوى والمرض الوافد. أما الطاعون أحبتي الكرام له أيضا عدة تعريفات، فقد عرف من طرف الفقهاء والمحدثين الأطباء والمؤرخين، كل أعطى له تعريف حسب اختصاصه. وأحضر هنا تعريف الإمام النووي حين عرف الطاعون بقوله: هو ورم مؤلم جدا يخرج مع لهب يسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية، ويحدث معه خفقان وقيء.
أما المسلمون فقد آمنوا بأنه قضاء وقدر من عندي الله، وعملوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا سمعتم بالطاعون في الأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. أما الأطباء فقد عرفوه بأنه مرض معدي تسببه جرثومة اليارسين. هذه الجرثومة تكون بسبب تلوث وتسمم الهواء بفعل الرائحة الكريهة المنبعثة من جثث الجراد، وتعيش وتتكاثر في أجسام القوارض مثل خاصة الأرانب البرية والجرذان السوداء. ويجدر بنا التفريق هنا بين الطاعون والوباء، فالطاعون أخص من الوباء، وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون. والطاعون في إيالة الجزائر كان معروفاً بمصطلح الحبوبة والمرض الأصفر والريح الأصفر، وكان في الجزائر أواخر العهد العثماني عدة أنواع من الطواعين، أهمها الطاعون العقدي ما يعرف بباست بيبونيكا أو الدملي، وهو عبارة عن خرجات ناتئة يعرف لدى الجزائريين بالولسيس أي الدمل، التي تظهر في مغابن الجسم خاصة الإبط وبواطن الأفخاد واللحوم الرخوة، ما يعرف الآن في الطب الحديث بالغدد الليمفاوية. وكان هذا أخطر أنواع الطواعين، بحيث كان يفتك ب70% من سكان المنطقة التي يصيبها. كذلك كان هنالك نوع من الطاعون يدعى بالطاعون الإنتانمي باست سبتيسيميكا، وتكون الجرثومة في الجلد في الدم عفوا، وتظهر على الجلد بقع سوداء تنتفخ ويخرج منها بعض الماء وتشكل بقع داكنة كأنه حروق. أما النوع الثالث فهو الطاعون الرئوي باست بلمونير، وتكون هنا في هذه الحالة الجرثومة في الرئتين، وهذا الطاعون كان يأتي في الجو البارد خلافا على النوعين السابقين اللذان كان ينتشران في الجو الحار، وهو الذي أشار إليه ابن خلدون في قوله: فإذا كان الفساد قويا أي فساد الهواء وقع مرض الرئة. وكان انتقال الطاعون من الحيوان إلى الإنسان عن طريق الحشرات مثل القمل والبراغيث، ومن إنسان إلى إنسان عن طريق التنفس وعن طريق تبادل الملابس والأشياء أو الوجود في الأمكنة الموبوءة، خاصة مع انعدام القواعد الصحية. أما فيما يخص علاقة الطاعون في الجزائر، فقد اتفق المؤرخون بأنه ليس بوليد للبيئة الجزائرية، بل وفد إليها من البلدان الخارجية نظرا للعلاقات الجزائرية سواء مع الدولة العثمانية أو الدول الأوروبية من جهة، أو بلدان المشرق المجاورة من جهة أخرى. ولقد عرفت الجزائر وباء الطاعون في كل من القرنين 16 و17، لكنها لم تكن بتلك الخطورة إلا أن جاء القرن 18 الذي أصبح قرن الوباء واستقر فيه، وكان مجمل السنوات الموبوءة هو 63 سنة. وسنقوم هنا بعرض أهم طواعين التي عرفتها إيالة الجزائر أواخر العهد العثماني. سأذكر طاعون سنة 1738 1740 الذي كان مصدره من سفينة فرنسية ناقلة للعدوى قدمت من الإسكندرية، وقد طبق الحجر الصحي الكارونتان على هذه السفينة، إلا أن الداي خالف ذلك وأمر بإنزال الحمولة، مما أدى إلى وفاة 1000 شخص في أسبوع واحد، بداية بالشخص الذي فتح البضاعة، وهو من الطاعون نوع الطاعون الدمالي. ثانيا طاعون 1786 1787 الذي أدى إلى انخفاض سكان مدينة الجزائر إلى 50,000 نسمة وموت 1000 سكان عنابة. كذلك نستحضر وباء سنتي 1817 و1822 الذي لم يسلم منه حتى الدايات في قصورهم، إذ توفي بها الداي علي خوجة، وأدى إلى هلاك العديد من السكان، إذ قدر عدد الضحايا ب20,000 ضحية، وقضى على 14 فرسا من إسطبل
الداية واستمر في الاختفاء والظهور إلى غاية سنة 1822 التي تعتبر آخر وباء في الجزائر خلال الفترة العثمانية. يا سناء سناء حاولي تخلصي تنهي. نعم. أما عن سبب الرئيسي لانتقاله من موطنها الأصلي كما ذكرت هو توافد البحارة والحجاج والطلبة من أقطار المشرق الأوسط إلى الموانئ الجزائرية، ويمكن اعتبار كل التجمعات ووسائل الاتصال عوامل مساعدة على الانتشار. كذلك لم يهتم الحكام العثمانيون بالميدان الصحي، فلم نشهد وجود مستشفيات كبيرة وأطباء وصيدليات، والتجأ الناس للفرار من هذا الطاعون إلى البوادي وإلى قمم الجبال، واستعملوا الطب طب الأعشاب التداوي بالأعشاب. وفي الأخير ما يمكن القول أنه رغم التحكم في هذا الوباء في عصرنا الحالي فإنه قادر على غرار الأوبئة الأخرى على الظهور فجأة كلما ضعت الإجراءات اليقظة. شكرا لكم. شكرا على الإلقاء وعلى الالتزام بالوقت. من في من الإخوة المشاركين في هذه الجلسة؟ من في معنا؟ عندك سمية كمال علي كامل عندك أسامة دكتور أسامة أستاذ أسامة أسامة موجود أسامة هل يفتح كاميرا ويفتح مايك تفضل أخ أسامة افتح المايك افتح المايك أسفل الشاشة انتبه على المايك تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان دراستي هذه حول موجات الأوبئة والأمراض في الأردن 1921 إلى 1946. وهذا التاريخ الذي يسمى بتاريخ الأردن هو عهد الإدارة الذي بدأ بعد حلول الدولة العثمانية 1921 وانتهى بإعلان الاستقلال سنة 1946. هذه الدراسة تتكون من ثلاث محاور. المحور الأول موجات الأمراض التي تعرضت لها الأردن في تلك الفترة وكيف أثرت هذه الموجات في المدن السكاني. المحور الثاني يتناول المشاكل والعقبات التي واجهت التجربة الأردنية في التعامل مع الموجات والسيطرة عليها. والمحور الثالث حول الحلول والتدابير التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الموجات. طبعا الوقت في هذه الدراسة تبحث عن الأمراض فقط، لا داعي لذكر هذه الأمراض ولا داعي لذكر التواريخ ضربت فيها هذه الأمراض منتقل شرطيقون في الأردن. ونحن نعلم أن منتقلات الأمراض أو الأوبئة تأتي لفترة من الزمن ثم تنتهي ثم تختفي في منطقة معينة ثم تعود إلى الظهور في منطقة أخرى. وبالتالي سأركز هنا على ربط الأرقام. ونبدأ أولا في مرض الملاريا الذي كان هو الأوسع انتشارا في تاريخ الأردن في تلك الفترة، وكانت نسبة الوفيات من ذلك الوباء أقل من 1%. تميز هذا بسعة الانتشار لكنه في المقابل هو أقل الأمراض من حيث نسبة الوفيات. المرض الثاني وهو الجدري هو الأسرع في العدوى بين الأمراض جميعها. كانت نسبة الوفيات في منطقة شرقي الأردن في تلك الفترة 13% من مجموع الإصابات، وهذا بشكل عام يعني نسبة مرتفعة. المرض الآخر المنتشر وهو الحصبة، وهو الذي رفع نسبة وفيات الأطفال. بلغت نسبة وفيات هذا المرض في تلك الفترة 14% من مجموع الإصابات. أما السل هذا المرض كان يمكن انتشاره بين القبائل البدوية في البادية، بلغت نسبة وفيات منه 11% من مجموع الإصابات. أما التيفوس
كانت لسه الوفيات من هذا البلاد العشرينيات مجموع الاصابات. الانفلونزا ايضا مرض منتشر، كانت نسبه الوفيات منه 5%. اما مرض الحفريه اخيرا فقد كانت الماركات تؤثر على الصوت، هناك كثير من الماركات مفتوحة. اغلق المايكات رجال. المرض السكري كان بالمية من مجموع الاصابات. طبعا هذه الاصابات، هذه الاحصائيات في السنوات التي كان يتوفر فيها اصلا احصائيات، وهي حوالي 18 سنه من تلك الفتره. الان ننتقل الى هذه الامراض على المكان او السكان. فقسمت هذه المرحله الى ثلاث مراحل، هي فتره العشرينات ثم الثلاثينيات ثم الاربعينيات. طبعا في فتره العشرينيات اثر الامراض كان اكبر، وبالتالي اثر على معدل الزياده الطبيعيه التي كانت 8 لكل 1000 من السكان، وهذه نسبة 8 إذا علمنا النسبة الحالية في العالم حوالي 18 لكل 1000. أما معدل وفيات الأطفال في هذه الفترة أقل من سنتين في هذا العشرينيات، فكانت 196 وفاة لكل 1000 ولادة. في فترة الثلاثينيات كانت معدل الطبيعية بلغ 20 لكل 1000 سكان، أما معدل الأطفال لكل 1000 ولادة كان 179. فترة الأربعينيات شهدت تحسن أكثر، فكانت معدل الزيادة الطبيعية ارتفع إلى 21 لكل 1000 سكان، أما معدل وفيات الأطفال لكل 1000 ولادة انخفض إلى 149 لكل 1000 ولادة، وهذا يدل على تحسن في المستوى الصحي. أما متوسط العمر المتوقع وهو يسمى بأمد الحياة، فقد كان في بداية الثلاثينيات 46 عام، ارتفع في بداية الأربعينيات إلى 50 عاما بسبب تحسن الأحوال الصحية. لكن هناك ملاحظة على نسبة الوفيات، أن نسبة وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخامسة عشرة استمرت طوال تلك الفترة تشكل حوالي 50% من مجموع تلك الإصابات. أرجو وضع المايكروفون على الصامت ممن يشغل المايكروفون. أنتقل الآن إلى أهم المشكلات هذه مشاكل مشتركة بين جميع الدول العربية على ما أعتقد، ولا داعي لتكرارها. لكن شيء مميز التجربة الأردنية في مكافحة الأمراض، وهناك عقبتين كانتا تواجه هذه المكافحة، والعقبة مرتبطة بمرور الخط الحديد الحجازي من الأردن، وهذا سابقا في أواخر العهد العثماني شكل تحديا طبيا صحيا لحكومة الإمارة في ذلك العهد، عندما دخل وباء الطاعون أو وباء الكوليرا من خلال الخط الحديد الحجازي عندما عاد الحجاج من الحجاز إلى دمشق. ونحن نعلم أن هذا الخط يخترق الأردن ابتداء من دمشق حتى المدينة المنورة بطول أكثر من 600 كيلومتر، وبالتالي شكل هذا تحديا وأصبح عبارة عن وسيلة لنقل الأمراض ووسيلة لنشر الداء ابتداء من سوريا، وهي مركز تجمع الحجيج من تركيا ومن شتى المناطق، وانتهاء بالمدينة المنورة. لكن المشكلة الأكبر كانت تواجه الأردن عند رجوع الحجاج. الحجاج يخالطون مختلف الفئات من كل دول العالم، وبالتالي أصبحت عملية نقل الأمراض عملية خطيرة في هذه الوسيلة للنقل. لذلك حكومة الأردن في تلك الفترة
باشرت بعمل الحجر الصحي على الحدود، وبالتالي تم نجحت هذه الإجراءات الحجر الصحي بمنع دخول أشد وبائين في ذلك الزمان وهو الكوليرا والطاعون حمت الأردن. حاول تنهي من هذه الجائحة. أخي، تحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، انخفاض نسبة الوفيات كان ملحوظا في أواخر الثلاثينيات، أيضا ازدياد نسبة المراجعين للعيادات والمستشفيات الصحية، كل ذلك بسبب استمرار حملات التوعية الصحية التي نفذتها الحكومة على نطاق واسع، مما أدى إلى زيادة إقبال هؤلاء الناس واقتناعهم بالطب الحديث، ثم التخلي تدريجيا عن موضوع الطب الشعبي الذي كان منتشرا والذي كانت تساعد عليه أيضا صعوبة المواصلات للوصول إلى تلك المناطق. أيضا هناك مشكلة أخيرة كانت تواجه التجربة الأردنية، وهي تجوال القبائل البدوية عبر البادية التي يبلغ طول حدودها 800 كيلومتر. هذه القبائل كانت أيضا وسيلة لنقل الداء من شتى الدول المجاورة، وهذه القبائل لم تكن تعرف الحدود، لذلك قامت الحكومة بتأسيس ما يسمى بالوحدة الطبية السيارة التي كانت ترافق تلك القبائل أينما حلت، وبالتالي نجحت هذه الوحدة الطبية السيارة بإحكام السيطرة على هذه الإشكالية التي سببتها القبائل. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الشكر للأخ أسامة. من في معنا من الباحثين في هذه الجلسة؟ تسمح لي دكتور بين ما نشوف يجي أحد أو ما يجي، تسمح لي بعض المحاضرات؟ من معنا من الباحثين؟ دكتور الطراونة، تسمح لي ببعض الملاحظات لحين ما نشوف منه معانا من الأساتذة؟ نعم تفضل. بعضهم جاي يحاول يدخل لكن ما تمكن من الدخول. سمية سالم، كمال رشيد، علي كامل، الدكتور علي كامل ما قدر يدخل. وعين، إذا تسمح لي دكتور ملاحظات فضل. أخيرة قبل ما تنهي الجلسة، قبل ما تفتح باب المناقشة، وثمن للدكتور الطراونة حسن إدارته لهذه الندوة المميزة. شكري للباحثين اللي قدموا أوراقهم بطريقة وبرسالة واضحة. وأيضا عندي ملاحظة أنه في موضوعة التوصيات، رغم أنه إحنا عادين البيان الختامي اليوم أمس، لكن نرجو أنه يكون البيان الختامي والتوصيات قضية فكرية تعبر عن أفكارنا، نحاول دائما نتعامل معها باستمرار. اللي عنده شيء لا يبخل علينا في موضوعات التوصيات، يعني الحجر الصحي، هذا التشابه، الأسباب، المعالجة، لا بد أن تطلع عندنا قراءات مفيدة للوقت الحاضر. والملاحظة الأخيرة اللي أود أقولها أنه أنت نفس الجلسة إن شاء الله هذه المباركة غدا الجلسة الخامسة تكون من نصيبكم، تحضرون مناقشين مع زملائكم في الجلسة الخامسة. تحياتي وتقديري دكتور طراونة. كل الشكر دكتورنا الكبير رئيس اتحاد المؤرخين الدولي أستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني. من في مداخلات؟ من لديه مداخلة من الإخوة المشاركين معنا؟ طبعا تفضل دكتور أحمد. دكتور أحمد تفضل. شكرا لك يا دكتور طراونة، وشكرا دكتور بيضاني، وشكرا للباحثين على هذا الجهد المتميز. يعني دكتور دكتور أحمد عرف بحالك، عرف بحالك يا دكتور أحمد. أنا طبعا دكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية البحوث. أهلا وسهلا تفضل. نعم ملاحظاتك أخي. أهلا دكتور طراونة. فبالتالي أنا يعني شرفت بحضرتك والدكتور إبراهيم والأخوة الباحثين، فبالتالي ده يعني النهاردة واستمتعت بإدارتك للجلسة وبدايتك للحديث، يعني صراحة أيام استمتاع يعني. فبالتالي أنا يعني بالنسبة لما قيل يعني في الجلسة، كنت أتمنى يعني إحنا في دراسات وخصوصا في فترات الأوبئة والكلام ده، في طبعا التاريخ الجديد والقراءة الذهنيات والكلام، كنت أتمنى من أكيد داخل الدراسات أكيد الباحثين هيركزوا على الموقف الشعبي من 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 وهذا من ضروري اللي تفضلت فيه. الموقف الشعبي ضروري
على الأقل من قضية الحجر الصحي، هل هناك كان قبول أو رفض؟ أو فبالتالي في ذهنيات كثيرة، كنا يعني نتمنى أن على الأقل الأبعاد دي لما حاليا نحن نعاني منها في كافة دول العالم وكافة الدول العربية، وأنت شايف زي ما يعني وفي طرائف كثيرة في هذا الإطار، كنا نتمنى أن إيه إن الباحثين يعني يدونا يعني قراءة حتى لو ولو قليلا عن ذهنيات الشعوب أو المواقف أو الرفض من هذا الحجر الصحي أو الكارنتينا في هذا الوقت. عذرا أستاذ، بالنسبة لآراء المواطنين في العهد العثماني هناك الكثير من المواقف التي كانت للمواطنين بحيث أن يرفضوا الحجر الصحي ويعتبرون الأطباء الوافدين من النمسا والدول الأوروبية هم كفار وبالتالي ينجسونهم وتذهب طهارتهم من خلال الأدوية التي يقدمونها. هناك كثير من المواقف وأرفعناها لكن أخ دكتور أحمد هل أنهيت مداخلتك؟ تمام يا فندم. تمام أنهيت. أخ صلاح أسامة. السلام عليكم. بالنسبه لما ذكره الدكتور احمد هو موجود في البحث ونادح حكومه السجن لذلك الزمان يعادل حكومه السجن لذلك الزمان عند هذه الشعوب كان التفلت من المحاجه الصحيه ظاهره منتشره بشكل كبير وهي احد العقبات التي واجهت عمليه الحجر صحي. كان ينظر الى الحجر الصحي على كل الشكر. سناء هل لديك رد على الدكتور احمد عبد الدايم؟ سناء افتح المايك. سناء او حجرا على سناء قافل معين في مكان معين وبالتالي كان ظهر الهبوب من اللي برد هذا؟ تفضل يا سناء. الاخ المتحدث الصوت مو واضح. الاخ المتحدث خليه يتوقف، الصوت غير واضح. حتى تفضل يا سناء. الميكروفون نعم شكرا. لا في الكثير من الاحيان لقد سجلت التاريخ سناء. نعم ألو قدر يا سناء صوتك مسموع. نعم شكرا. لقد لاحظنا في الكثير من الأحيان أنه حدث خرق للحجر الصحي ما يسمى بالكارونتين، فكان يفرض على السفن الواصلة إلى ميناء الجزائر في حال ما إذا كانت الحمولة عبارة عن بضائع أو عبارة عن جيش فكانوا يقومون بتنزيلها مما يؤدي إلى تفشي الوباء مبدئ بالعمال الموانئ، وهو أكبر دليل على أن هذا الوباء كان يأتي من السفن. يا سناء سؤال الدكتور، ردة الفعل الشعبية على الحجر الصحي وأين الروايات الشعبية أو الروايات الشفوية؟ لم أسمع السؤال جيد. سؤال الدكتور أحمد عبد الدايم كان عن ردة الفعل الشعبية تجاه الحجر الصحي. نعم يعني كل الشعوب في هذه في تلك الفترة سواء أو هذه الفترة كان لها مواقف متباينة من الحجر الصحي، فالبعض كان يمتثل لها والبعض كان يخرقها. فمثلا البعض كان يلتجئ إلى لما رأى أن السلطات عاجزة عن حمايته كان يلتجئ بمفرده إلى الجبال قمم الجبال والبوادي، والبعض الآخر كان يؤمن بأنه قضاء وقدر من الله وهو يجب الامتثال إلى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعدم الخروج من المنطقة الموبوءة وعدم الدخول إليها. شكرا يا سناء. صلاح عندك مداخلة؟ إيش يا صلاح؟ أستاذنا الكبير نعم في هذا الخصوص.
الدكتور ابراهيم البيضاني. نعم خلي شوف استاذ صلاح هناك دوله الجلسه اذا هاي معلش تفضل. نعم اخ صلاح يجب القول شكرا يجب القول بان مستوى وعي الناس بالحجر الصحي نعم يجب القول بان مستوى وعي الناس بالحجر الصحي الذي تم تطبيقه يؤدي الى التاثير على عمليه الكارانتينا ايجابا او سلبا، خاصه كون اطباء الحجر الصحي اجانب وعدم معرفة بالنظام الديني والثقافي جعل أفراد مجتمع الدولة العثمانية يرون هؤلاء الأطباء مشبوهين ولا يعتمدون طرق العلاج الصحيحة التي الإسلامية. واعتقد المسلمون في الدولة العثمانية أن الأدوية التي يقدمها الطبيب المسيحي ستعطل وضوءه أو تلغي عبادته. لهذه الأسباب كان اختيار الناس هو الأطباء المحليين الذين استخدموا طرق العلاج الطبيعية والتقليدية. من ناحية أخرى فإن محاولة الأطباء المحليين لشفاء المرضى بأدويتهم الخاصة ستضر أكثر مما تنفع، وبما أن الأشخاص الذين ماتوا من جراء تفشي الأوبئة يدفنون بطرق تقليدية ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة أكثر رغم التدابير المتخذة من طرف الدولة العثمانية، وهذا ما كان التجاوب الشعبي يعطل الإجراءات التي تتخذها الدولة العثمانية. أخ صلاح هل الوثائق العثمانية بتعكس موقف الأهالي في السلطنة اتجاه الحجر الصحي؟ هل هنالك معارضة للحجر الصحي أو تقبل؟ نعم هناك معارضة للأطباء الأجانب، لأن نعرف أن المواطنين أو مجتمع الدولة العثمانية دائما يعارضون ما هو غربي أو غير مسلم، وبالتالي يرون فيه مضراً لهم بمختلف النواحي. عكست الوثائق وحتى الكتابات والمخطوطات الحديثة القرن 19 و20. لماذا تدخل الفقهاء للتبرير للحجر الصحي؟ نعم ومن هنا كان تدخل حمدان خوجة أفندي. دكتور أحمد عبد الدايم هل لديك ملاحظات؟ تفضل المايكروفون، افتح المايكروفون. نعم أستاذ، ومن هنا جاء انطلاق العديد من العلماء كحمدان خوجة أفندي الجزائري الذي سافر إلى إسطنبول بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر وكتب مخطوط أو رسالة اسمها إتحاف الأدباء يبين أن الكارانتينا والحجر الصحي وتجنب تعريض أنفس أو نفس البشرية للخطر هو من أساس الدين ومن أساس اتباع المنهج الإسلامي. ومن هنا نقول أن كان للمفتي أو الأدباء دورا في تعريف الناس، لأن الناس في ذلك الوقت ليس كلهم على مستوى علمي وبالتالي لا يعرفون الدين الإسلامي من يعني الأصول، يعني ما يعرفون هذا دين إسلامي أو غير دين إسلامي، وبالتالي دكتور أحمد عبد الدايم كان هناك. تفضل دكتور أحمد عبد الدايم هل لديك مداخلة؟ طبعا احنا لا انا اشكر الباحثين. انا طبعا انا واثق ان هم في داخل البحوث بتاعتهم اكيد فهم حقيقة مختصين في حقوقه. ايوه دكتور ابراهيم انا بناقش احسن الاختيار. دكتور ابراهيم البيضاني احسن الاختيار. الله يسلمك دكتورنا. انا بناقش فقط يعني انت توجت الدكتور الطراونه توجت هذه النجاحات للباحثين بالاداره الناجحه ان شاء الله موفقين. من عزمكم نستمد القوه والتوفيق ان شاء الله بالسلام ان شاء الله بالعطاء الدائم ان شاء الله. نعم إلك ملاحظات دكتور إبراهيم أو تعليق على الباحثين؟ أنا أعتقد أدت هذه الجلسة كل المعايير والحوار والتقديم الأوراق وموفقين على نجاح هذه الجلسة العلمية، تقديري واحترامي لكم. الأستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني رئيس اللجنة المؤتمر، نكتفي بهذا القدر من المناقشات وكل الشكر للإخوة المشاركين والتوفيق للإخوة
اللي ما تمكنوا من التواصل معنا بسبب النت، فنتمنى التوفيق والنجاح والفلاح للجميع. شكرا جزيلا، تقديرا كل الشكر لكم.